ضعف في القوة الشرائية تهيمن على أغلب أسواق بغداد في ظل الأوضاع السياسية المرتبكة التي يعيشها العراق على وقع تشكيل الحكومة التي لم تتضح ملامحها بعد. حركة شبه خالية أو تكاد تخلو من المتبضعين رصدناها خلال تجوالنا في الأسواق. أصحاب المحلات يعانون من عزوف المواطنين على اقتناء السلع، تداعيات سلبية خلفها بطء الحركة التجارية ليس عليهم فقط، فثمة العشرات من العاملين بأجور يومية انقطعت أرزاقهم. العمال والخلفات قلصناهم بسبب هذا الركود. انت شوف مثل ما تشوف هسه قدامك، يعني السوق عبارة عن كلهم هذول عمال يفترون، وهذا لين قاعدين ماكو شغل. فهذا مثل ما يقول الحكومة ما تدعم الكاسب بسبب عدم يعني سرعة تشكيل الحكومة، وعدم تشكيل الكتلة الأكبر، وعدم يعني توزيع المخصصات بالنسبة للوزارات وبالنسبة للمشاريع. ولهذا ترى يعني الناس فقط رواتب من رواتب، وهي رواتب يعني قد تكون غير مجدية. وإن كان العراقيون لا يأبهون لما يدور في أروقة السياسة، إلا أنها تؤثر بشكل كبير على قوة السوق. اقتصاد البلاد يقف عند السياسة والسياسيين، على عكس ما يدور في بلدان العالم الذي يحرك الاقتصاد فيها كل شيء. حوارات الكتلة الأكبر تلقي بظلالها على شتى مجالات الحياة، وتسبب تعطلا شبه تام لحياة الفقراء الكاسبين الكادحين في الأسواق. هذا كله يؤثر على الاقتصاد العراقي، على المواطن العراقي اللي ظل بترقب. ها راح تشكل حكومة، ها راح يصير صراع، ها من راح ياخذ رأس الحكومة، راح نرجع للمربع الأول. ما أعرف هذا المربع الأول بأي منطقة، لو ندل أروح له، بس ما كلها تصيح المربع الأول. راح نرجع للمربع الأول لو لا. هذا يؤثر على نفسية المواطن، على وضع الاقتصاد العراقي، على حالة المال العراقي والوارد العراقي المالي. هجر المحالي وأغلاقها ولربما السفر، خطوات يفكر بها بعض أصحاب المهن والحرف بسبب تردي الحركة التجارية التي صاحبها فرض ضرائب ورسوم زادت من وضعهم المزري. كساد يخيم على الأسواق والمراكز التجارية في العاصمة بغداد التي تشكو من غياب المتبضعين منها بسبب تخوف وترقب أغلب المواطنين للأوضاع المفصلية التي يمر بها العراق. عامل نفسي يتولد في نفوس المواطنين مع انتهاء كل انتخابات وتأخر تشكيل التوليفة الحكومية من دون التفكير بفقراء الشعب. من بغداد، جابر جمال، قناة رشيد الفضائية.